بعد يوم من فرح أنصاره بقرار المحكمة العليا الباكستانية الإفراج عنه بكفالة، اعتقل برفيز مشرف مجدداً على خلفية اتهامات جديدة، اتهامات تتعلق بالهجوم على اعتصام المسجد الأحمر بإسلام آباد قبل 6 سنوات. أمر مشرف قوات الأمن بفض اعتصام طلاب العلم الديني في المسجد. كان الطلاب يسعون لفرض صيغة للإسلام مشابهة لصيغة حركة طالبان. قتل رجل دين وأكثر من 100 طالب في الهجوم. التهم الجديدة تضيف لآلام الرئيس السابق الموضوع أصلاً قيد الإقامة الجبرية على خلفية اتهامات أخرى. وقد ظل مشرف محتجزاً منذ أبريل الماضي عندما عاد لباكستان من منفاه الاختياري في بريطانيا. عاد مشرف حينها للدخول في الانتخابات التي فاز بها حزب نواز شريف، لكن الاتهامات لاحقت مشرف بشأن أفعاله خلال فترة حكمه التي دامت 8 سنوات، فهو يواجه اتهامات بقتل زعيم من قبائل البلوش وبقتل زعيمة حزب الشعب السابقة بنظير بوتو عام 2007. لكن مشرف يصر على أن التهم الموجهة إليه سياسية الدوافع. يذكر أن مشرف هو أول قائد سابق للجيش في باكستان يواجه تهما جنائية.